بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما شرعنا في المرة السابقة في الكلام على المحكوم عليه، قلنا الحكم الشرعي خطاب من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو المخاطب، ومن المخاطب؟ المخاطب هم الثقلين. ولو احنا هنحصر كلامنا في الإنس يبقى المخاطب هم عموم الإنس، ولكن لابد من شروط أخرى لكي يكون الإنسان أهلا لأن يخاطب، هو أن يكون قادرا على فهم الخطاب وأن يكون قادرا على تطبيقه. ومن ثم صار عندنا المكلف هو الإنسان العاقل، الإنسان العاقل، والعقل بينمو تدريجيا، فالشرع جعل البلوغ الجنسي أو سن 15 سنة علامة على النضج العقلي، فصار المكلف عندنا هو الإنسان العاقل البالغ. وإذا كان الفقهاء بيتكلموا في أحكام الدنيا فبدأوا يتكلموا على المسلم العاقل البالغ، الأصل من المكلف هو الإنسان العاقل البالغ، يبقى هنا مكلف. طيب الكافر بيخاطب بشيء أولي وهو الدخول في الإسلام، وامتنع، وإحنا بنقول عليه كافر إذا هو ممتنع عن هذا الأمر، وهذه العبادة شرط في صحة كل ما وراءه، ومن ثم ما فيش مصلحة إن احنا نتكلم معاه في سائر العبادات. ولذا كما ذكرنا من باب التجوز قالوا احنا بنتكلم على المسلم البالغ العاقل، الثلاث صفات دول بنجمعهم في كلمة مكلف، يبقى المحكوم عليه هو المكلف وهو الإنسان البالغ العاقل، أو تجوزا المسلم البالغ العاقل. بيتكلم على الأحوال التي يفقد فيها هذه الشروط للتأكيد على أن من ليسوا كذلك ليسوا مكلفين. فقال لنا الجماد لا يكون محكوما عليه، الجماد لا يكون محكوما عليه، المحكوم عليه فعل الإيه؟ المكلف. يبقى حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أنتم أكل الميتة، لأن مين اللي بيخاطب؟ مين المحكوم عليه؟ المكلف. وإيه المحكوم فيه؟ فعل المكلف. يبقى هنا لما يجي كلام في حكم شرعي على جماد يبقى دور على المكلفين بيعملوا إيه بالجماد دوت، ويبقى الخطاب ده موجه لهؤلاء المكلفين أن يفعلوا أو لا يفعلوا، ده المحكوم إيه؟ المحكوم فيه وهو فعل المكلف، والمحكوم عليه هو المكلف، والجماد مش داخل في الموضوع. أما تجد في سياق في ذكر الجماد يبقى هتدور على المكلفين ممكن يعملوا إيه مع هذا الجماد، وتشوف هل ده مأمور به أم منهي عنه أم منهي. قال الجنين والطفل غير المميز غير مكلفين، وقلنا أن الطفل المميز يعني عنده درجة من درجات التمييز، عنده درجة من درجات التكليف، بس بيسموهش مكلف بقى، بيقولوا ده ايه؟ من أهل القربة، يصح منه يكتب له ولا يكتب ايه؟ عليه. يبقى هنا عندنا الجنين والطفل الصغير غير المميز لغاية ما نوصل لمرحلة التمييز، ده غير مكلف بالمرة، الطفل المميز مكلف تكليفا جزئيا.
طيب الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوته. بيأكد على المعنى ده ليه؟ أنه ممكن واحد يكون مكلف ويزول عنه شرط من شروط التكليف فينقلب غير مكلف، يبقى الإنسان كان عاقل ثم اعترى خلل العقل. طبعا ده أمر بيحصل طبيا، يحصل أي خلل في كيميائي في المخ، يحصل خلل كان موجود وسبب كان موجود ولكن كان بيطغى عليه غيره، اللي بيحصل أيضا بالنسبة لأمراض بيسموها ضلالات كبار السن أو نحو ذلك، بيبقى في خلل ما في المخ ولكن الخلل دوت لا يظهر أثره إلا بعد سن معين، بيبقى مستتر، إما مستتر بوجود نشاط بدني وذهني ونحو ذلك إلى غير ذلك. فعلى أي إحنا بيبقى أمامنا إنسان مكلف وبعدين يطرأ عليه أمر خلل يجعله غير مكلف. إحنا قلنا قبل كده إن إحنا بنحط شرط واحد اسمه العقل، العقل بيعقل به الإنسان الأشياء، وضده لغة الجنون، وبالتالي ده مش مجرد المرأة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا بنلاقي في كتب الفقه بيتكلموا على المجنون يجن ساعة ثم يفيق، يعني بيتكلموا على كل الأمراض العصبية والعقلية اللي بيترتب عليها عدم وجود تحكم العقل من عقل من الحجر والتعقل والضبط. فأي مرض مع اختلاف مسميات الأطباء، أي مرض يبقى تشخيصه أن الشخص ده من الأنف صاعدا أو الشخص ده لما تجيله النوبة دي بيبقى غير مسؤول عن تصرفاته، يبقى ده شرعا غير مكلف. وممكن فعلا بعض الحاجات نقول أنه ما كانش مكلف في الفترة ديت وعاد له التكليف. يبقى عموما المكلف لازم يكون بالغ عاقل. يبقى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف مع أنهما كانا مكلفين يبقى مش مكلفين. الميت غير مكلف، الميت غير مكلف. يقول تنبيه: كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا إنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق من ميراث أو وصية أو عطية أو نفقة أو غير ذلك، ولا يمتنع أن تثبت عليهم الحقوق كضمان ما أتلفوه والإنفاق على القريب المستحق وغير ذلك. وهذا لأن ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضع، إذ هي من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطاب التكليف. يبقى احنا عندنا الميت غير مكلف. طب هو بيقول الكلام ده ليه؟ احنا هيجي واحد ميت يسألنا؟ لا، ما هو ممكن البعض يستغمض ان احنا نقول اذا مات الميت وجب في ماله كذا، وجب إخراج الديون وتجهيزه. ما هو ميت، نقول له احنا في فرق بين التكليف عبارة عن ايه؟ خطاب من الله عز وجل لهذا الشخص المكلف، يبقى الشخص ده بنسميه في الوقت ده المحكوم عليه. طب ايه المحكوم فيه؟ الفعل اللي اتقال له افعل او ايه؟ او لا تفعل. فلا يمنع ان يجي تكليف خطاب لمكلف، يعني قادر على الفهم والتطبيق، أن يفعل أمر يتعلق بغيره. وده حل إشكال بتاع هل يجب في مال الصغير الزكاة وكل ما شبه. بعض الفقهاء استشكل، طب احنا ازاي لو قلنا ان دي زكاة واجبة واحنا بنقول للصبي غير مكلف
كيف نجمع بين الوجوب وعدم التكليف؟ لا، الوجوب هنا خطاب شرعي من الله عز وجل لمكلف عنده أهلية التكليف وهو ولي ذلك الصغير أن يخرج من ماله، لأن الصغير ده عنده ذمة مالية والمجنون عنده ذمة مالية. يبقى إذن القضية هنا فيش تعارض. تبقى نبص إن الإنسان ما أي إنسان له ذمة، مصطلح الفقهاء بيسموه الذمة والقانونيين بيسموه برضو كده، وهي القابلية هي القابلية للحقوق والواجبات. نقول لا، ده له ذمة وبيتعلق بها حقوق ويتعلق بها واجبات، ولو ولي يتصرف في هذا الأمر. يبقى مجنون وجب له ميراث، ولي ياخد الميراث ده يسعى أن يجيبه له وينمي له هذا المال من ميراث أو من غيره. طيب المال ده بلغ نصابه وهو مجنون، يبقى الذمة شغلت بالزكاة، الولي هو اللي يخرجها وهكذا. يبقى إذن الغير المكلف لا يتوجه إليه هو خطاب، ولكن لا يمنع أن يوجد خطاب يتوجه إلى غيره في شأن من شؤونه حقا له أو واجبا عليه، فهذا لا إشكال في هذا. عندنا الميت غير مكلف، هنا بينبه على التنبيهات دي كما ذكرنا عشان محدش يحصل لذي لبث، أو لأن بعض الفقهاء بالفعل استشكل الأمر اللبس بين ان احنا نقول ان هو غير مكلف وبين ان احنا نتكلم على وجوب مثلا زي وجوب زكاة في مال الصبي او نحو ذلك. يقول ايضا اهل الآخرة سواء اهل الجنة واهل النار هم غير مكلفين لانهم جميعا يؤمنون، فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر. يبقى إذن دي الإنسان إذا عاين أهوال الآخرة انقطع عنه التكليف وصار جزاء بلا عمل. يبقى في الدنيا عمل والجزاء مؤجل للآخرة، والآخرة جزاء ولا عمل. وقال وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا لم تبلغه الدعوة في عرصات يوم القيامة. حديث مشهور أربعة يحتجون عند ربهم في ذكر من مات من لم تبلغه الدعوة. قال أربعة يحتجون عند ربهم أصم ومجنون وهرم ورجل مات في الفطر، يعني ناس بلغتهم الدعوة وما كانش عندهم القدرة على إدراكها انه مجنون او خرف، يبقى كان عاقل وايه وخرف وفقد عقله، او اصم ما قدرش يسمع الدعوة عشان يعقلها، هو عنده عقل بس هو ما سمعش الدعوة وهكذا. ففي الحديث ان الله تبارك وتعالى يصور لهم نارا ويقول لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يقول الله له إياي عصيتم فكيف برسلي في الدنيا. البعض استشكل الأمر دوت وقال إزاي ده الآخرة دار جزاء ولا تكليف فيه، وكما ذكرنا دايما البعض بينسى الأصل، بمعنى القاعدة استخرجت من الأدلة، فإذا وجدنا أن هناك استثناء هناك دليل واضع القاعدة مهما كان قدره ذهل عنه أو رآه من الوضوح بمكان بحيث أنه لا يحتاج إلى ذكر، ما جيش نقول القاعدة تقول أنه لا تكليف في الآخر، لا مفيش قاعدة بتقول كده. في أن احنا علمنا من نصوص الشرع أن الله تبارك وتعالى يأمر العباد في الدنيا يبتليهم ويختبرهم
وإنه إذا غرغر العبد انقطع عنه وصار هنا يعني يحاسب على ما فعل من خير أو شر. فقلنا التكليف ينقطع بانقطاع الأجل. وبعدين لقينا نص تاني إن في نوعية من الناس يكلفون في الآخرة. نتصرف في صياغة القاعدة أو نقول إن ده استثناء أو، لكن ما ينفعش نقول القاعدة دي يبقى نرد بها الحديث ده. أو البعض يسمي يقول لا أصل هذا ليس تكليفا، أيا ما يكن هذا أمر واختبار وابتلاء. إذا نعم في طائفة من الناس يبتلون ويختبرون في يوم القيامة، مين؟ من ورد ذكرهم في الحديث. يبقى مش وقيل يعني، بل هذا هو الصحيح، إنه من لم تبلغه الدعوة أو بلغته الدعوة مع فقد العقل أو فقد السمع بطريقة لا يستطيع معها أن يفهم الدعوة أصلا، فهؤلاء يختبرون في عرصات يوم القيامة. بعض أهل العلم ألحق بهم المسلم الذي يقع في بعض صور الشرك جاهلا، وهذا خلل وعدم الالتفات، كأن هؤلاء العلماء ذهلوا عن قضية الفرق بين الكافر الذي لم يسلم أصلا، هو كافر معذور ولكن لم يقع منه إيمان أصلا فده يختبر يوم القيامة كما ورد في الحديث، والمسلم الذي وقع منه الإيمان ثم وقع منه خلل في بعض الجزئيات، فحديث الرجل الذي ذرى نفسه يدل على أنه يدخل الجنة لا أنه يختبر. وهذا القول اللي كان يقول به الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، إلا أن الشيخ العثيمين رحمه الله في كتاباته الأخيرة قبل وفاته نص على أنه أن المسلم إذا فعل شيئا كفريا وكان معذورا بجهل أو تأويل أنه يدخل الجنة، استدلالا بحديث الرجل الذي ذرى نفسه. وأما الشيخ ابن باز فلا نعلم أنه يعني كان له رأي آخر في المسألة، اللهم إلا أنه في مواطن نص على العذر بالجهل، ولكن الظاهر أنه هو مقصود منها أنه يكون من أهل الإيه؟ الاختبار، وهذا خلاف المنصوص عليه في الحديث والذي ذكر الشيخ ابن تيمية، وكان الشيخ العثيمين يقول بهذا الكلام ثم رجع. مش هذه قضيتنا دلوقتي احنا، بس بنقول ان في اختبار يبقى ده تكليف مخصوص لمن ثبت في حق الحديث. وكذلك في الدنيا اذا غرغر المحتضر زال تكليفه لرؤيته من امور الاخره ما لا يمكن معه العصيان. قال الله تعالى عن فرعون: فلما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومثل ذلك إذا رأى الناس علامات الساعة الكبرى يزول التكليف. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. طيب يبقى احنا هنا قلنا المكلف عندنا الانسان البالغ العقل، وان الصور اللي احنا قلناها ديت ما بيبقوش مكلفين نتيجة عدم اجتماع شروط ان هم يكونوا من الادميين البالغين العاقلين. لا، وممكن بقى الامر الاخر ان الانسان يكون بالغ عاقل ولكن يطرأ عليه وضع استثنائي فيجعله طالما كان واقعا تحت تأثير هذا الظرف الاستثنائي غير مكلف، مرفوع عنه التكليف في هذه الحالة التي هو فيها. أشهرها الإكراه، كده بقول إيه الإكراه. الإكراه حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله ولو خلي ونفسه.
طبعا هو هنا ما قالش الإلجاء لأنه واضح، بمعنى لو واحد يكتف واحد وبعدين مسك إيده وهذا البكرة لا يملك بقى مقيد تماما وراح طعن بها إنسان، الإنسان المقيد ده وارد يكون عنده علم بالشرع عشان يجي يقول ماذا يأمرني الشرع، مش هيلاقي نفسه عنده قدرة على التنفيذ. فإذا هذا الذي هو مسلوب الإرادة تماما لا يقال له حتى أن معه رخصة، لأن هو مسلوب الإرادة، يعني لا يقال له معك أو ليس معك رخصة، ولا يقال له هذا واجب وهذا حرام، هو لا يستطيع. فإذا لا يوجد خطاب، صار الآن بمنزلة الجماد، فالذي ألجئ بقوة قهرية لا يملك معها التصرف، رفع عنه التكليف لأنه الآن بمنزلة الإيه؟ الجماد. لكن الإكراه اللي بيحتاج تفصيل وكلام، إن واحد يقول له افعل وإلا قتلتك، فما زال المكره عنده حرية الفعل، يفعل أو لا يفعل، له اشرب الخمر وإلا قتلتك، ما مثلا ما كتفوش وسكب الخمر في حلق، ده مش ما فيش خطاب متوجه له أصلا، لأنه لا يستطيع أن يفعل أو لا يفعل، فصار كالجماد. يقول له لا، أهو الخمر أمامك اشرب وإلا قتلتك، فما زال هو يقدر يشرب أو ما يشربش. ده محتاج خطاب شرعي يتقال له أن الخمر في حقك جائز عشان يقدم عليه، وبالتالي هو طبعا عنده العلم الشرعي اللي هو أنه الآن في حالة إكراه يقدم على فعله. فالإكراه اللي هو قاله هنا حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو خلي ونفسه، يبقى هو اختار أنه يفعله تحت تهديد أنه لو ما عملش هيبقى في العقوبة الفلانية، لكن لو أنه هو اختياره حر تماما لم يكن ليختار. يقول ولا يؤثر الإكراه في التكليف إلا إن كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به، وكان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، سواء هدده بقتل أو حبس أو ضرب أو نحو ذلك. وما دام بنتكلم على الإكراه فقال لك لا، خد بالك الإكراه نوعان، إكراه بحق وهو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه ففعل صح الوفاء، وكذلك لو أكره على بيع مال لوفاء دينه فباع صح البيع والوفاء، ولو أكره المرتد على الرجوع إلى الإسلام صح رجوعه ظاهرا، ولو أكره من آل من زوجته عند نهاية المدة على أن يطلق أو يفيء فطلق صح طلاقه ووقع، ولو أكره على إيتاء الزكاة التي منعها فأتاها مكرها صحت واعتبرت زكاة فأجزأت عنه. يبقى هنا الإكراه بحق هو أن الإمام يكره أحدا على أداء حق هو ممتنع منه، عليه دين فيحبسه مثلا، هو عليه دين وهو مماطل، يجوا الناس يقولوا له اقضي الدين يقول معيش، والشهود وقرائن الأحوال تقول انه معاه،
الامام يحبسه او يضيق عليه لغايه طب خلاص هروح اجيب الفلوس واجي، يروح يجيبها. هذا التصرف منه مع انه فعله تخلصا من العقوبه الا انه يؤدي حقا عليه، فصح التصرف. ما رجعش بعد كده اقول هذا انا كنت مكره، نبطل هذا التصرف، لا التصرف صحيح. واما النجاة من الإثم، الصحة بمعنى أنها تعفيه من الإثم، لا بد فيه من توبة من ذنب المماطل، يبقى دوت ماطل فعوقب إلى أن يخرج من المماطلة. فخرج منه، جاب الدين وسدده، لا يحق له أن يعود ويقول إنما سددت مكرها. وفي ذات الوقت إذا أراد أن يتوب لا يطالب بقضاء الدين اختيارا مرة ثانية، لأنه تصرف وقع صحيحا من جهة أنه سدد ما عليه، ويبقى لم يبقى أمامه إلا أن يتوب من ذنب المماطلة. طب نفس الكلام لو أنه امتنع من أداء الزكاة الواجبة، هتؤخذ منه عنوة، أو يضيق عليه برضه، هو مخبي أمواله يضيق عليه، أو تؤخذ وتدفع وهو عليه الإثم. طبعا عشان يتخلص من الإثم يتوب فقط ولا يؤديها مرة ثانية؟ الظاهر ان هو يتوب فقط ايضا، وان كان هنا في إشكالية شوية في تخلف النية عن الفعل، ولكن الزكاة على وجه الخصوص او الحقوق المالية بيجتمع فيها معنى العبادة، اجتمع فيها معنى الحق المالي، فهي من جهة حق مالي سقط، ومن جهة العبادة يبقى أن ينوي بها العبادة. يبقى ده الإكراه بحق اللي احنا بنتكلم عليه هنا، انه إكراه ينافي التكليف، هو إكراه الإكراه بغير حق. يعني يجي واحد يكره إنسان انه يبيع شيء مع انه مش عايز يبيعه، يهدده بعقوبه، يسجنه لغايه ما يبيع اي شيء من هذا، فبيقول انه في الجمله ده عذر ويرفع التكليف في هذه المساله، ولكن الامر ايضا يختلف باختلاف درجه الاكراه ونوع الامر المكره عليه. فإن كان التهديد على تصرف قولي قل لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره، لأن الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضا. فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله، إن لم يقر بمال فأقر به لم يصح إقراره، أو على أن يطلق زوجته أو يزوج ابنته لم يقع الطلاق ولم يصح التزويج، أو على أن يبيع داره أو يؤجرها لم يصح البيع ولا الإيجار، أو على أن يكفر أو على أن يكفر بقول أو فعل فقاله أو فعل لم يكفر، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكون عليه إثم ولا حد. يبقى إذا هنا دايما الأصوليين والفقهاء بيجعلوا الإكراه في الأقوال درجة أيسر من الإكراه في الأفعال، يعني أما يعني فيقولوا أن وجود التهديد بالعقوبة على قول بيعتبروه إكراه، يجي في الفعل ويتشددوا شوي. والظاهر أن لا فرق بين القول والفعل، ولكن الفرق بيجي منين؟ ان بعض الافعال يتعلق بها حقوق الاخرين، فلا بد هنا من النظر في هل ما سيلحق به من ضرر باخيه قابل للتدارك ام لا، فان لم يكن قابلا للتدارك لم يجز. يعني يجي واحد يقول له هقتلك، يعني اقتل فلان والا اقتلك، طب هو يوفر نفسه بقتل اخيه؟ لا، يتقتل اهو، يمتنع
مع وجود التهديد والعقوبة ما ينفعش يقول له إما أن تقتل فلان وإما أن تقتل ولا أن تعتدي على عرض فلان، أيضا لا يقبل هذا الإكراه ويصبر حتى ولو قتل. والأمر يختلف لو قالوا له أتلف مال فلان، لأن هو ممكن هو كمكره يكون شايف أنه يتلف هذا المال ثم يعوض صاحب المال عنه أخف عليه من العقوبة. فالأمر في المال لو أنه اختار إتلاف مال أخيه فيلزمه، وهو المكره يعود بهذا على المكره لو أنه وجد مساغا لأن يقاضيه أو يقتص منه، يبقى هو يقول له أنت أجبرتني على إتلاف مال وهذا المال أنا عوضت صاحبه بكذا، فإذا يعطي المكره يعطي التعويض للمكره. يقول أما إن كان الإكراه على شيء من الأفعال فإن كان الفعل مما يباح للضرورة كالإكراه على أكل الميتة أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير، يعني الأكل فعل محرم قاصر غير متعدي أو كان متعدي في شأن المال، لأن المال كما ذكرنا قابل للإيه؟ للتعويض، أما النفس أو العرض غير قابلة للتعويض. كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد ولا يبطل حق الغير وهو قيمة المتلف. لو أكره على إتلاف مال الغير مش هنيجي بقى للي ماله أتلف نقول له يقعد يدور يجي واحد يتلف لماله وبعدين هذا المتلف يقول له أنا كنت مضطر فلان أكرهني، لا، الأمور يبقى صاحب المال يبقى قدامه قضية واحدة وهي أن فلان أتلف له ماله. ثبت الإتلاف من المتلف يثبت عليه الضمان، صاحب الحق مش مضطر أنه يقعد يدور وراء هذا الفاعل اللي دفعه للفاعل. هذا الذي أكره بلاء وقع عليه لا يحمله لغيره يتحمله هو. دايما تلاقي الناس نظرتهم في الأمور ديت أن اللي وقع عليه بلاء عايز يشيله لغيره، لا، يبقى هو اللي وقع عليه الإكراه وابتلي به يصبر، أذن له في أن يتلف مال أخيه، ده أقصى شيء أنه هو يتلفه مع الضمان، وهو الذي وقع عليه الإكراه هو الذي يبحث عن المكره ويحاول أن يأخذ حقه منه. وأما إذا كان الفعل مما لا يباح للضرورة كالزنا لم يباح بالإكراه، فإن فعله أثم ولا يقام عليه حد الزنا للشبه، وإن أكره على قتل نفس أو قطع عضو لم يباح له ذلك لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، فلا يحل له قتل غيره لإنجاء نفسه، فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره أو على كليهما خلاف بين الفقهاء، والاضطرار في ذلك كله كالإكراه. الاضطرار هنا ما فيش مكره بس في أنه هو تهلك نفسه أمامه ميت، يبقى كده الاضطرار يخليه أنه يأكل الميت. غص حلقه وأمامه خمر، الإكراه أنه يشرب الخمر، وهكذا. حتى لو كان لا يستطيع في إنسان مثلا اشتعلت النار في جسده ويجد كساء للغير بطانية أو غيره ممكن يطفئ بها النار، يجوز ده أنه ياخدها بس يلزم الضمان، مش هقوله أصلا أنا كنت أعمل إيه عايز نفسي يحرق، لا ماشي أذن أنه ياخدها، بس هو المصيبة كانت عنده هو ما ينقلهاش لغيره، بمعنى إن كان أخذ هذا الأمر يستعمله للخروج من حالة الاضطرار التي كان فيها فعليه بعد ذلك عليه ضمانة، عليه ضمانة. يبقى هنا ده
الإكراه بيبقى عندنا واحد مكلف بيطرأ الإكراه أو الاضطرار عليه على بالتفصيل اللي قلناه، يصير غير مكلف في الحالة التي وقع فيها الإكراه. أيضا ممكن يكون مكلف يعني عاقل بالغ ويفقد عقله فقد مؤقت، يرفع القلم عنه في ذلك الوقت. يقول الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسيان، هم أيضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الأعذار، فلا إثم عليهم فيما تركوه من العبادات مثلا أثناء ذلك. نحن قلنا الخطاب في خطاب شرعي بأداء الصلاة، بيتجدد الخطاب مع كل وقت الصلاة كأنه خطاب الآن للمكلف أنه يصلي. فلو أنه نسى يبقى ما فيش خطاب بالنسبة له، نسى أن الوقت ده وقت الصلاة أو غير ذلك، يبقى كل ده بيمنع من وجود الخطاب أو بيمنع من تدبره وفهمه. مع طبعا هنا خلاف بين العلماء في هذا في هذه القضايا اللي هي فيها زوال التكليف زوال مؤقت، فالظاهر انه يلزمه الحقوق الشرعية اللي بتبقى في الوقت ده، يبقى هو اغمي عليه وقت صلاة من اول وقت لغاية اخره، هو في الجملة مكلف. فاللي سقط عنه ايه؟ الخطاب في الوقت، ولكنه تجب عليه الصلاة. مع خلاف من العلماء في تفاصيل، البعض بيرى ان ده كده عدى وقت الخطاب من اوله الى اخره وهو غير مخاطب، ولكن الصحيح انه مخاطب في الجملة. بيقول دول لم يكونوا مخاطبين، النايم والمغمى عليه والناسي، ولكننا نلزمه بالقضاء بأمر شرعي جديد، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بالك هنا ده أمر شرعي جديد، ليه؟ لأنه ده في من يعني يتكرر مع كل وجود الشرط، يبقى هو الخطاب بتاع أقيموا الصلاة ما كانش وقتها هو أهل إن هو يتعلق بذمته ذلك الخطاب، ولكن لما استيقظ وأفاق وعرض نفسه على أدلة الشر وجد فيه خطاب معلق على شرط والشرط موجود عنده، فإذا ده خطاب بقضاء الصلاة التي نام عنها أو نسيها. أيضا النوع التاسع يقول الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد. يقول لك ده فاقد للإرادة مش هنحاسبه. والبعض قال لا، طب ممكن نحاسبه نوع من العقوبة، يعني واحد يتعمد إزالة عقله في بشرب الخمر ونحوه. يقول الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه، كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم أنها خمر وأنها محرمة. يقول اختلف في تكليفه، فقيل أنه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق إن طلق ولا القصاص إن قتل، وقيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاحي تماما ويلزمه إثم ما يفوته من العبادات أثناء سكره وعليه القضاء، وقيل يؤاخذ بما عليه دون ما هو له. والصحيح ان هو يحرم عليه السكر ويزداد الحرمة اذا كان هو عارف ان ده وقت صلاة وان السكر سيستغرق وقت الصلاة، ولكن ان هو في هذا الوقت انطلق او اقر على نفسه بمال وهو تحت تأثير السكر، الصحيح أنه لا يقع طلاقه ولا يلزمه
الإقرار على نفسي بالمال ولا نحو ذلك. يقول: أما من لم يكن سكره جناية محرمة فلا خلاف أنه غير مكلف، كمن شرب ما لا يعلم أنه مسكر أو شربه مكرها أو مضطر. المجنون غير مكلف، وده قلناه، فإن كان المجنون يفيق حتى يكون كسائر العقلاء يكلف مدة إفاقته ولا يلزمه قضاء ما مر من العبادات مدة جنونه. الحادي عشر: من لم تبلغ دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلف. كلمة مقنع دي فضفاضة شوي. من لم تبلغ دعوة الرسل بطريقة يفهمها مثله، ده التعبير الأدق لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. وكذا من بلغته الدعوة لم يفهمها لكونه أعجميا ولم تترجم له، وكان أصم أعمى، يعني أصم وأعمى في نفس الوقت، فأنا ممكن يفهمه. وفي بعض الأزمنة، يعني الأزمنة المتأخرة، وجدوا وسائل لمحاولة يعني إيجاد لغة للتخاطب مع الصم بالإشارة، ولكن قديما كان كل الإنسان أصم غالبا بيفقد معها القدرة على التواصل، فلا يمكنه فهم الدعوة. وطبعا لو كان أصم أعمى فهو بالفعل غير قادر على شيء، فهو غير مكلف حتى يعلم. والجاهل إن كان متمكنا من العلم مكلف بما جهله، بخلاف غير المتمكن، فمن نشأ ببلد الإسلام فسنى جاهلا بالتحريم يحد، وإن لم يصل وإن لم يصلي يلزمه القضاء. أما من أسلم ببلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم لم يلزمه القضاء، وإن زنى جاهلا بالتحريم لا يحد. الثاني عشر: الكفار الذين بلغتهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة هم مطالبون بأصول الدين وفروعه، فهم مكلفون تكليفا كاملا، وما يفعلونه من المعاصي يأثمون به، وكذلك يأثمون بما تركوه من الواجبات، بدليل قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون، وقول: كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يبقى هنا ذكروا في أسباب دخولهم جهنم في سقر والعياذ بالله، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، تفاصيل ومن التكاليف. طيب، يبقى هنا الكفار، الأدلة دي بتقول الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. البعض قال ما حصلش من النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا اليهود في المدينة الى اقامة الصلاة او الى ايتاء الزكاة، وهكذا صارت سنة المسلمين في المعاهدين والذميين، فمن ثم قالوا انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. ولكن الأدق في هذا الباب عند التأمل ان احنا نقول بالفعل في اتفاق على انهم ان الامام لا يطالبهم بفروع الشريعة في الدنيا، ولكن هم لما يبكتوا في الآخرة ويعذبوا في الآخرة هيعذبوا على اصول الدين وفروعه. ويبان ده اكتر في باب المحظورات، بمعنى ان الكافر اللي شرب الخمر وزنى، احنا هنا الامتناع الكف لكي يثاب لا عليه صاحبه لابد من ايه؟ من نيه. ولكن على اي، لو ان واحد ما شربش الخمر لانها ما جاتش في باله او هو شايف ضررها
فهذا لا أجر ولا وزر. طب اللي امتنع عنها طاعة لله ده لا أجر، واللي شربها عليه وزر. فإذا الكافر وارد أن يجي في بعض في باب المحظورات وباب المحرمات نلاقي كفار هيتحاسبوا على المحرمات، وكفار المحرمات دي بالنسبة لهم اللي هي ما عملوهاش هتبقى بالنسبة لهم لا أجر ولا وزر. يبقى ده يبين، وعشان كده برضو هيترتب على هذا أن الكافر الذي يرى أن الزنا في دينه حرام ننهى عن الزنا، واللي يرى أن الخمر في دينه حرام ننهى عن الخمر، لأن هي عندنا حرام عليه برضه، وبالتالي بنقلل الشر عندما ننهى عنه. الكافر الذي يقدم على الزواج بنشجعه لذلك بدلا من الايه؟ من الزنا وهكذا. ولكن كمسألة فقهية في دائما خطابنا في الفقه، انت بتكلم في مسائل بتكلم المسلم، في وجوب الصلاة بتكلم المسلم، وجوب الزكاة بتكلم. عشان كده قلنا غالبا الفقهاء بيختصروا المسألة ويقولوا المكلف عندهم هو المسلم العاقل البالغ، بينما الكلام ده مش دقيق. المكلف هو العاقل البالغ، الإنسان العاقل البالغ. وإن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولكن مش هنطلبه بيها طالما أنه لم يأتي بالشرط الأول. يعني معنى كده كل أذان، كل دخول وقت صلاة، نداء للكافر أنه هو يسلم ويصلي. يبقى النداء بالصلاة ده نداء له بالأمرين معا، وإحنا بنكلمه في الأولانية وهي الإيه؟ الإسلام. مش هنكلمه في الثانية، لأن الإسلام شرط صحة لجميع العبادات. يبقى لما بتدعو للصلاة بتدعو الكافر للإسلام والصلاة. طب هو لم يسلم وفي بينك وبينه عهد أو بينك وبينه أمان أو غير ذلك، خلاص ما أنت بتكرر الدعوة إلى الإسلام ومش بتقول له تعالى صلي، لأنها لن تقبل منه، ولأن الشرع أذن في أن يبقى ما هو على كفره وبينك وبينه عهد أو بينك وبينه ذمة أو غير ذلك، فخلاص يبقى على الأمر الذي هو عليه. لكن الراجح أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وأن الإسلام شرط صحة فقط. طبعا على القول الثاني الإسلام بيبقى شرط إيه؟ وجوب وصحة معا، شرط وجوب وصحة. لكن الصحيح أنه شرط صحة فقط، وأنهم مخاطبين بفروع الشريعة، ولكن لا تصح منهم إلا أن يسلم. يقول الثالث عشر المريض: المرض لا يؤثر في التكليف إلا بعض التخفيفات الشرعية كسقوط القيام في الصلاة وجواز الفطر له في رمضان ويقضي الصوم، وأما التصرفات القولية والفعلية فهو فيها كالصحيح تماما، إلا في أمور منها أن مرضه إن كان مخوفا واتصل به الموت كان لورثته إبطال تبرعاته في مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله، وللدائن إبطال تبرعاته بقدر الدين. يبقى احنا عندنا أهلية المريض للتصرف بتنقص إذا كان مرض يخشى معه الموت، لأن الشرع ألحق الوصية في المرض الذي يخشى منه الموت ألحق التبرع في المرض الذي يخشى منه الموت بالإيه؟ بالوصية. وده حجر أو نقص الأهلية التصرف، نقص الأهلية التصرف. ومنها أنه إن طلق زوجته في مرض موته صح طلاقه، ولكن ترث منه إن مات في مرضه ذاك، ولو خرجت من عدتها قبل موته لأنه متهم بأنه قصد حرمانها من الميراث. يبقى هنا ليه أورد المريض؟ طبعا المريض بنريده في باب الرخصة والعزيمة. المرض حالة بيشرع معها بعض الرخص، لكن هو هنا ورد أورده لأنه بيتكلم هنا على التكليف والأهلية، فلا المريض بيلحقه نقص في أهليته في التصرفات المالية إذا كان ذلك المرض
يخشى معه الموت، فيكون هبته فيها لها حكم الوصية. ما ينفعش يهب أكثر من ثلث المال ويكون متهما بطلاق زوجته، بأنه قد يكون طلاق بقصد الإضرار وحرمانها من حقها الشرعي في الميراث، فتأخذ ميراثها إن مات في ذلك المرض. يقول: آثار الدخول تحت التكليف. إذا بلغ الشخص عاقلا، احنا قلنا ايه الشخص، احنا المكلف يبقى عاقل بالغ، فيقول إذا جينا وقت البلوغ ولقينا عقله طبيعي، إذا بلغ الشخص عاقلا ذكرا كان أو أنثى ثبتت له الأحكام التالية بشروطها. الأول: تلزمه الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج، ويستحق الإثم والعقوبة الأخروية على ترك الواجبات وفعل المحرمات خلافا في كل ذلك لغير المكلف. الثاني: تنعقد عباداته المفروضة فرضا، فلا يلزمه فعل آخر كالصلاة والحج بخلاف غير المكلف، فإن حجه لا يجزئه عن حج الفريض، بل لا بد له من حجة أخرى. ليه؟ احنا عندنا هنا في حالة اللي هي الصبي المميز، احنا قلنا كل أفعاله تقع، كل عباداته تقع نافلة، فلو أنه نشأ له خطاب بالفريضة، يقول لك الصبي كان بيحج واحتلم قبل يوم عرفة أو هو واقف بعرفة، ولسه زمن الحج ما انتهاش، الحج بينتهي بطلوع فجر يوم النحر، يبقى خلاص وقت عرفة انتهى، وقت الأصلي ووقت الرخصة، ويبقى فات ركن الحج الأعظم. قبل كده ينفع الحج. طب هو كان بيأدي حج نافلة وصار الآن في خطاب بحج الفريض، لا يقلبها حج ايه؟ فريض. وهكذا يبقى عباداته التي سيفعلها تنعقد فرضا، وبيظهر أثر دوت فيما لو أدى عبادة وبلغ في وقتها، برضو زي صلى الصلاة ثم بلغ، لا يصليها لأنها الآن واجبة عليه، واللي صلىها دي كانت نافلة. الثالث: يؤاخذ بأفعاله، فإن فعل ما فيه عقوبة حدية لزمته كما لو زنى أو سرق، ويلزمه القصاص إن كان معصوما أو قطع منه أو قطع منه عضوا أو جرحه أو ضربه بخلاف غير المكلف. الرابع: يؤاخذ بأقواله، فيصح زواجه وطلاقه ونذره وإقراره، وتصح تصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة ووقف وصدقة وإعارة وتقبل وديعة ونحو ذلك، ولكن يشترط لصحة تصرفاته المالية مع البلوغ أن يبلغ رشيدا، لأن الشرع احتاط لأمر الإيه؟ الأموال، لأن محتاجة خبرة خاصة وليست مجرد النضج العقلي كافي. طبعا قلنا القوانين الغربية احتاطت لأمر الأموال جدا، خلت سن الرشد فيها 21 سنة. أمر العرض الشرع لم يأذن لأحد أن يتصرف فيه أصلا إلا بالطريقة الشرعية. هم عندهم الأعراض رخيصة جدا، فالإنسان حرية التصرف فيها بلا قيد، وبينزلوا بالسن ده، بيعلوا بسن التصرفات المالية وينزلوا بسن الحرية الجنسية على هذا. هنا في أمر التصرفات المالية يشترط أن يكون رشيدا في أمر التصرف المالي، فإذا بلغ غير رشيد أي سفيها ينتظر به إلى أن يرشد، وفي تلك الفترة يكون حكم تصرفاته المالية الضارة له أو الدائرة بين النفع والضرر كحكم الصغير، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقلنا احنا هنا بنقول التصرف الضار اللي هو تبرع محض، تصرف الدائر بين النفع والضرر اللي هو
البيع ونحوه، ممكن يشتري الحاجة رخيصة أو يشتريها غالية. التصرف النافع من وجهة نظر المال أنه يقبل الهبة، يقبل، يبقى ده شيء مضمون أنه كسبان. يبقى الحاجات اللي هي فيها تصرف يضر بمال نقول له لا معلش، لما تكون رشيد تبقى لك أهلية الصدقة، ما تصدقش قبل أن يدرك المال وقيمته وما يحتاج منه وما. وكذلك البيع والشراء، لأنه ممكن يشتري حاجة بأغلى مما تستحق أو يبيع بأرخص مما تستحق، فكل هذا لا يظل الوصاية عليه إلى أن يتأكد رشده. وأما في العبادات والعقوبات فحكم حكم البالغ من العقلاء. قاعدة: عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي، اللي احنا قلناها ان يبقى في خطاب لمكلف اخر بيضع سبب، علاقة سببية بين وجود مال للصبي يبلغ النصاب في ان هذا المكلف يخرجه، فيبقى ممكن يتعلق بذمة الصبي المالية حقوق أو واجبات يخاطب بها وصيه. كل إنسان قلنا فيما تقدم أنه غير مكلف لا يمنع أن ينصب الشرع فعله أو وصفه سببا لحكم تكليفي. فمثال نصب الفعل سببا أن يكسر الطفل سيارة لغيره أو يتلف شيئا أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ، فلا يؤاخذ في الآخرة على فعل ذلك ولا يلزمه قصاص، ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان. وكذا المجنون والنائم ونحوهم، وكذا الدابة إذا انفلتت فأتلفت زرعا لم يكن في ذلك إثم يلحق صاحبها لأنه لا فعل له، ويلزمه ضمان ما تلف بسبب ذلك في بعض الأحوال. ومن هذا الباب أن الصغير تجب الزكاة في ماله لأنها معلقة بوجود النصاب، وكذا تلزم زكاة الفطر في ماله. ومثال نصب الوصف سببا أن يثبت للصغير أو المجنون الميراث بكونه زوجا للمرأة المتوفاة أو قريبا للميت، وتجب في ماله النفقة لزوجته وأبويه إن كان فقيرين وكان هو غني. يعني ما يتعلق من هذه الأسئلة بموضوع الدرس، الأخ بيقول: من أجره على أداء الزكاة كيف تكون صحيحة وهي تفتقر إلى النية؟ والأصل أن العبادات لابد لها من نية. قلنا الزكاة فيها شائبتين، شائبة العبادة وشائبة الحق المالي. فإذا هو عندما أخذ منه المال ودفع لمستحقيه تحقق هذا القدر، وهو عاصي بأنه لم يخرج هذا عن طيب خاطر. وإذا هو عاصي بعدم إخراجه الزكاة عن طيب خاطر، فإذا تاب تحقق الأمر بأن أصحاب الحق أخذوه، ولم يبق أمامه هو إلا أن يتوب من مماطلته في هذا الحق ابتداء وعدم نيته. والمسألة تختلف فيها تقديرات العلماء. السؤال على الإتلاف الدواب والحديث إتلاف العجماء جبار، هو قال في بعض الأحوال، في بعض الأحوال ما قالش في كل الأحوال. نقول إن كيف قال المؤلف إن هو صاحبها بيضمن، صاحبها بيضمن في الليل دون النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.